في ترام المدينة مع تقدم عمر العربيات فكرنا ان احنا لازم نطور عربياتنا عشان تبقى بشكل يليق ويتناسب مع الركب السكندري. احنا حضرتك بنتكلم في اعمار قطارات تتراوح من 50 ل 60 سنة، يعني بيتكلم ان عمرها الافتراضي انتهى. انا كمشغل عليا ان انا اراعي الذوق العام للقطارات وحالتها الفنية عشان تقدر تواكب العصر اللي احنا فيه. هي خدمة ترفيهية جميلة جدا وفكرة كويسة ومريحة في القعدة وبالنسبة لوسيلة نقل، يعني كوسيلة نقل جيدة. مش العربيات دي بتخلق نوع من البهجة ومن السعادة لجمهور اسكندرية اللي بيرتدوها، سواء اللي هم بيحجزوها عشان المناسبات السعيدة أو سواء اللي بيركبوها وفيها الجرايد وفيها الكتب وفيها البوفيه وفيها الشاشة، يعني إيه نوع من أنواع البهجة لجمهور اسكندرية. زي برضو الدبل ديك لما جه كان جاي برضو إيه لإدخال البهجة وصول على إيه على المواطنين.